في جالنا كذا ملاحظه. ناس قال لك اقسم الكوره والتسويق خليهم هم بس اللي النادي الاهلي يكون فيه حصه حاكمه، لان دولت هم اللي عليهم القلق. صحيح. وافصل بقيه الانشطه عن النادي الاهلي، يخش مثلا الاهلي للسياحه، الاهلي فروع في المحافظات، الاهلي للتسويق عقاري، الاهلي اوراق ماليه. مش ضروره تكون نسبه حاكمه، مش شرط تبقى نسبه حاكمه، لان دي مش مقلقه. انت النهارده داخل استثمار بتشارك. لكن المقلق ان حد يخش يتحكم في النادي الاهلي هي الكوره والتسويق. وبالنسبه للحكمه دي قد ايه يا استاذ محمد خبره حضرتك في القانون؟ بالنسبه للحكمه 50+1، يعني في ناس تقول لك لا اطلع للتلتين عشان يبقى ليك قرار اللي هو 66 و7، وفي ناس تقول لك 75%، بس هي كافيه جدا 50+1. 50+1 وده يشجع المستثمرين ان هم يجوا يشتغلوا ويستثمروا في ويحفظ الحق. وفي ناس قال لك لا حط اسهم ممتازه، اسهم ممتازه لو حطيت 25% اسهم ممتازه بتدي 3 أضعاف قيمتها التصويتيه، ان انت تقدر تصوت ب 75% وبيبقى ليها اولويه في حقوقها. وده ده موجود في قانون الرياضه ولا قانون الاستثمار؟ انتوا هنا اللائحه ستطابق اي القانونين؟ لا انت بتتكلم كده على قانون الرياضه. قانون الاستثمار ده كان كابتن حسن حمدي، يمكن كانت حركه ذكيه مجلس كابتن حسن حمدي، ان هو لما كان في معوقات في قانون الرياضه اسس شركه الاهلي للانتاج الاعلامي اللي احنا منها القناه بقانون الاستثمار، وده كان مخرجه من هو يخرج بره قانون الرياضه.